السلام عليكم. دلوقتي هنتفرج على ازاي نشتغل على الملف بتاع طباعة وانشاء الباركودز اللي بنستعملها في متابعة انتاجية خط الانتاج والمراحل والزمن وكل الموضوع ده، عشان نعرف نطلع انتاجية العمالة وانتاجية الخطوط في المصنع بدورة منتظمة ان شاء الله. الملف ده بيحتوي على 3 صفحات. الصفحة الاولى هي السام لايبرري، او هي مكتبة كده عندنا بنكود فيها المرحلة، نكتب عندنا اسم المرحلة متثبت كده في الشيت ده الشيت بنستعمله في كل حاجة بنتطرق فيها لاستخدام المراحل أو أي حاجة خاصة بالمراحل والإنتاجيات. فده بيبقى كود المرحلة وده بيبقى الزمن بتاع المرحلة. الشيت بيتكون من 3 حاجات دي، في كل المراحل. أنا بس في الشيت التجريبي ده احنا ايه شغالين بالمراحل اللي احنا عاملينها في الموديل ده بس اللي بنجرب عليها، وهيتعمل أبديت تنزل بقية المراحل كلها إن شاء الله. بعد كده عندنا صفحة السيت اب. صفحة السيت اب دي فيها الحاجات الجداول دي كلها، وزي ما حضراتكم شايفين كده مشروح. احنا هنتكلم الاول على الجدول ده عشان ده له علاقه بالسام لايبرري. الجدول ده اللي احنا بننشئ فيه مراحل المرحله الموديل ده بقى، وهنا بقى السام لايبرري دي فيها كل المراحل اللي احنا بنشتغل فيها. ففي السيت اب ده في الموديل ده انا ايه هختار المراحل اللي انا بشتغلها. يعني مثلا لو انا ايه عندي هنا تحضير جيب وتحليل جيب، هاخدهم يعني عايز احطهم. لو انا مش مكتوب عندي حاجه كده هروح كاتب ايه تحضير جيب وتحليل جيب، تمام، وتحريف جيب، هو يروح يجيب الايه البيانات بتاعتهم الباقيه كلها. يعني عايز اختار اي حاجه هنا هيروح ايه جايب لي بياناتها، اسم رقم المرحله دي ايه والزمن بتاعها ايه. لو مختار مرحله تانية هو هنا هيغير لوحده. الحته دي ما بلعبش فيها غير ان انا بشيل بس الزياده. يعني لو الموديل ده بيتكون من المراحل دي بس هروح شايل الحاجات دي من هنا عشان ما ترخمنيش او عشان ما تعمليش لخبطه، وبس واخلص الفايل او هغير المراحل كلها لغايه ما اوصل للموديل ده بياخد انهي مراحل بالظبط. برجع كده البيانات التجريبيه تاني زي ما كانت، تمام. ده جدول. الجدول التاني هو جدول المقاسات زي ما مذكور هنا، يرجى كتابه جدول المقاسات هنا. هنكتبها ازاي؟ هنكتبها هنا كده اسم العواميد. طيب انا لو عندي هنا هو العمود ده الموديل ده ما فيهوش مثلا اكس لارج، هقف على اكس اكس ال واشيل الداتا دي مش عايزها ديليت، اهي هيروح مسميه اسم تاني ويسيب اي اسم زي بمزاجه، هو حر ملناش دعوه بيه احنا، هو الموضوع شغال مفيش مشكله. عايز ازود مقاس اقول له طب مقاس اكس اكس ال وزود لي مثلا اكس 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 ال تاني، واقول لي مثلا ايه الداتا بتاعتهم هكذا. هنا بزود الايه المقاسات زي ما قلنا كده، اخترت انا ايه المقاسات، تمام. دولت هنشيلهم عشان دول مكنش في التجربه، بس انا بشرح بس ازاي ايه احنا بنزود مقاسات وايه لما بنحب نزود مقاسات هنشيلهم دلوقتي. طيب بعد ما بنكتب المقاسات بنحط بقى عدد البكيهات اللي هو ده. يعني انا الموديل ده الاكس سمول عندي منه 26 بكيه، هكتب عندي منه 26 بكيه، السمول عندي منه 27 بكيه، الميديم عندي 28 بكيه، هكذا. اللارج عندي كام بكيه؟ طيب وبعد كده هكتب ايه بقى؟ عدد القطع في البكيه، عدد القطع في البكيه. عدد القطع عدد القطع في الباكيه هنكتبها ايه هنا. بعد كده ايه بقى كميه عدد القطع في اخر باكيه، لان اخر باكيه بيكون فيه ايه مقص مش بقاش نفس العدد بالظبط بتاع الباكيه. فبكتب ايه اخر عدد اخر باكيه بيكون عدده قد ايه. طبعا هنا مسموح ان انت تقدر تعمل ان كميه الباكيه في الاكس سمول غير السمول، احيانا بتضطر تعمل كده. فاحنا في المثل ده عاملين الباكات كلها بنفس الكميه. ده كده الجدول التاني زي ما شرحناه، وده الجدول التاني اللي احنا شرحناه برضو. هنا بقى ده جدول بسيط جدا، بكتب فيه بس الكود رقم كود الموديل اللي انا بصنعه بكتبه هنا وخلاص على كده شكرا. هنا لو انا هنا هحتاج فونت في الصفحه الثالثه، لو انا عايز الكود بتاع الفونت ده مش عندي على الكمبيوتر بعرف انزله من هنا. ده لينك بيشرح التريكه اللي احنا عاملينها برضو صفحه الباركودز عشان نعرف ايه اخلق باركودز بالاعداد اللي انا عايزها بالظبط. طيب نروح بقى صفحه الباركودز دي ونشوف بنشتغل عليها ازاي. الاول طبعا ايه الداتا دي كلها متحوله لكويريز، يعني كل الجداول اللي هو الجدول اللي فيه ازرق ولبني ده وده وده دولت بتحوله لجداول. الجداول دي بتغذي الكويريز اللي هنا اللي احنا بنعمل عليهم معاملات كتيره عشان نطلع بالنتيجه اللي احنا ايه محتاجينها. حاجه برضو هنا عشان تبقى واخد بالك ان دي جداول اللي طالع منها الكويريز. الجداول دي لو وقفت هنا كده من صفحه هوم ودوست هنا هيطلع لي اسم الجدول. انا عايز جدول مقاسات هقف عليه هنا يحدد لي المساحه اللي انا بشتغل منها. لو عايز جدول انا حاطط فيه المراحل هيبقى عندي برضو الايه اللي انا ايه المساحه اللي انا خدت منها الجدول. طبعا يفضل ان يبقى الجدول ده ما فيهوش مساحات فاضيه ولا ان هو يبقى فيه كتابه داتا مكتوبه بره، نبقى مراجعين الحته دي لو عشان ما يحصلش معانا لخبطه بالتاكيد. لو انتقلنا بقى على ايه صفحه الباركود. صفحه الباركود دي بتبقى صفحه لطيفه بتتكون من مرحلتين. المرحله الاولى هو الايه الايه الحاجه الصفحه اللي هي الكويري اللي اسمه كومبايند اللي بيجمع الداتا اللي هنا دي كلها بقى اللي احنا ايه كتبناها بتاعه السيت اب
عشان يروح مطلع لنا الايه الجدول الاساسي اللي فيه باركود لكل باكيه بس من غير التكرار اللي هنعالجها دلوقتي. هنوقف على الجدول كده بالظبط وهنروح عاملين ايه ريفرش، هيروح الكويري يعمل ريفرش معانا وايه يحمل الداتا اللي احنا محتاجينها. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هي ان احنا ننشئ الباركود نفسه اللي هو ده الباركود المفروض هيبقى شكله عامل كده تقريبا، بس هيبقى صوره باركود. هنعمل كده ازاي؟ هندوس على حاجه اسمها ديفلوبر، وبعد الديفلوبر هندوس على ماكروس، هيطلع لنا ماكرو اسمه ريبيت داتا. هندوس على ايه ران، هيقول لك ايه طب ايه الرينج اللي انت عايز تشتغل عليه. هقول له الرينج ده اللي هو عمودين، العمود اللي على الشمال اللي هو اللي احنا عايزين نكرره، والعمود اللي على اليمين هو عدد المرات اللي هكررها. يعني دوت الكود ده الباركود ده اللي هو بتاع المقاس اللارج، اللي هو بتاع المقاس اللارج في الكود ده المرحلة اللي اسمها M1 اللي بيبقى تاخد 30 ثانية، ده هنعوز منه 28 باكيه. هنختار داتا كلها، يبقى كده اخترنا الرينج اهو، وهنقول له اوكي. هيطلب منك حضرتك دلوقتي تقول لي ايه اوتبوت سنجل سيل، يعني اديني المخرج في يبدأ منين. مش هكتب هنا طبعا، هتأكد ان انا طلعت في اخر الصفحة فوق خالص في المكان المحدد اللي هو ايه بتاع المرحلة التانية، وهو ايه يتم انشاء الباركود الباركودات النهائية هنا. اختار له الخلية اللي تحتيها او السلة اللي تحتيها وادوس له ايه اوكي ايه وانتظر لغاية ما ينشئ الباركود. كده تم انشاء الباركود خلاص. لو انا عايز اعرف بقى الباركود ده بتاع انهي مرحلة، اقدر اخد المعادلة اللي هنا دي زي ما احنا كاتبين انسخ المعادلة، هروح داخل عليها كوبي وانزل هنا ايه في اخر الداتا اللي انا طلعتها، وايه اروح طالع لفوق خالص واخد لها بيست، بحيث ان انا لو حبيت اجيب باركود مرحلة معينة اعرف ايه اطلعه بطريقة سهلة. وده بقى بيساعدني في الفلترة، يعني برضو هنا لو انا عايز افلتر، ما انا عندي الداتا هنا كلها، ما هو الباركود ده احنا حطينا فيه داتا ما حطيناش فيه كود، يعني حطينا ان ده ان في 30 حتة في المقاس اللارج في الكود رقم كذا المرحلة M1 اللي بتاخد 30 ثانية، احنا استعملنا الكلام ده ان ده يبقى داتا يتحول لإكسلاية، يعني الداتا دي كلها لما تبقى إكسلاية ما تبقاش باركود بس. فهنا احنا ايه بنعمل ايه، اقدر مثلا اقول له اديني الايه الباكيهات اللي مقاسها لارج، فهاجي اقول له كده هوت ايه شرطه ال شرطه او حتى ال بس، لو قلت له ال بس هيطلع لي الباكيهات اللارج. لو قلت له مثلا عايز الباكيهات اللارج بس اللي مش اللي عدده 30، يعني عايز ال 30 لارج، او لو انا عندي في باكيه تاني انا عارف ان هو كميته الاصغر اللي انا هحتاجه كان ده كان 30 شكله بالصدفه يمكن ولا ايه، فالمفروض ان انا عندي باكيهات تاني بكميات مختلفه، فممكن اقول اديني الباكيه اللي كميته مختلفه في اللارج. عايز اسم المرحله، لو عايز اطبع مراحل معينه مثلا برضو زي ما قلنا حضرتك بنقف هنا ونقول له مثلا عايز ايه تثبيت القمر، فيديني كل باكيهات كود باكيهات تثبيت القمر لو عايز. يعني دي كده حاجه معانا كده نقدر نستعمل الفايل، ودي طريقه شرحه، ويا رب تكون دي سرعه طريقه الشغل بتاعتها. شكرا.